طب تعالوا. وعند خضر رواجبي وين صاحية خضر رواجبي؟ صعب الوصف يعني أنا واقفة بالمطبخ إجت يعني ما بعرف قنبلة حسيت الدنيا ولعت كلياتها يعني شوي كانت الدار كلها راح تنشال فينا فما بعرف كيف يعني لغاية الآن أنا مش قادرة أوقف على جرايد بصراحة. المخيم سيء جدا، لا طرق لا بني تحتية، تم تخريب كافة مناحي الحياة، لا كهرباء منذ الصباح الباكر ونحن نعاني من قطع التيار الكهربائي، وبالتالي لا اتصالات ولا مواقع تواصل اجتماعي، منقطعين عن العالم إلى حد ما، وإذا طالت الأمور سيسوء الوضع أسوأ وأسوأ. ونقول الاحتلال الإسرائيلي مهما سفكتم من دماء أبنائنا وشيوخنا وأطفالنا ونسائنا لن يزيدنا إلا تصميم وإرادة على تحقيق حياة مشرفة وحرية وقلع الاستيطان من جذوره في الضفة الغربية. يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عدوانه على أبناء شعبنا في جنين البطولة، وإن رد المقاومة لن يتأخر.